دولة بكل مؤسساتها زي ما قلنا لحضراتكم بتبذل مجهودات كبيرة في مختلف النواحي. وزارة التضامن النهاردة كانت بتكمل الدور الكبير اللي بتقوم بيه لصالح الأسر الأولى بالرعاية. أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة الخير اللي اتجهت ليه 8 محافظات في الصعيد بمشاركة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير. والقافلة دي هي ثالث قافلة بأطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، وبتستهدف القافلة أكثر من 2 مليون وجبة وتوزيع 1000 كرتونة. وطبعا يعني بنتكلم في توفير المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا. طب إيه أهم المحافظات اللي بتستهدفها قافلة الخير دي؟ بنتكلم عن المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر. وزيرة التضامن الاجتماعي أشادت بمؤسسات المجتمع المدني وقالت إن الدور اللي بتقوم بيه مش بيقتصر على الأزمات والكوارث بس، كمان هو دور تنموي مستمر زي ما حضراتكم كده شايفين على الشاشة الصور.